في التفاعل المتزن التالي: 2NO زائد O2 طردي وعكسي نتج 2NO2، يعني أكسيد النيتريك تأكسد فتكون ثاني أكسيد النيتروجين. هنا نلاحظ حاجة مهمة جدا، إيه هي؟ إن دلتا اتش سالبة. طب نستنتج إيه من إن دلتا اتش سالبة؟ إن لما نعمل عملية تبريد، تبريد هينشط التفاعل في الاتجاه الطردي، ولو عملنا عملية تسخين يعني رفع لدرجة الحرارة ينشط التفاعل في الاتجاه العكسي. اذا ادي اول استنتاج بالنسبة لي. حاجة تانية هنا كده عندي، ادي 2 حجم مع حجم، يعني كده عندي 3 مول كده اهو، ادي كده 3 حجم في المتفاعلات. في النواتج انا كده عندي ايه؟ ادي 2NO2 عندي كده 2 حجم. احنا قلنا ان العلاقة بين الضغط والحجم علاقة عكسية، بمعنى في الاتجاه الطردي الحجم بيقل، معنى ان الحجم قل يعني زيادة الضغط تجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي، في العكس خفض الضغط تجعل التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي. اذا انا من غير ما اعرف بس هو عاوز ايه، انا استنتجت حاجات هامة جدا من خلال هذا التفاعل. ده تفاعل طارد. اذا لو احنا اجرينا عملية تبريد خفض لدرجة الحرارة، لو حدث انخفاض في درجة الحرارة على طول التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي، يعني يقل تركيز اكسيد النيتريك ويزداد تركيز ثاني اكسيد النيتروجين، والعكس صحيح. برضو زيادة الضغط في هذا التفاعل المتزن تجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي. ليه؟ لان لما الضغط بيزيد التفاعل ينشط في الاتجاه الذي يقل فيه الحجم. عرفت منين يا مستر؟ اهو ادي كده 2 مول 1 مول 3 حجم في المتفاعلات، في النواتج كده عندي 2 حجم. طب نبص كده للمطلوب بيقول لي ايه؟ وضح اثر ما يلي على تركيز غاز اكسيد النيتريك. لابد ان انا احدد فين غاز اكسيد النيتريك. اهو ادي غاز اكسيد النيتريك. هو عاوز ايه؟ بيقول لي لما نضيف مزيد من O2، مزيد من غاز الاكسجين، ما الذي يحدث في تركيز غاز اكسيد النيتريك؟ اذا اضافة المزيد من O2 ده عبارة عن ايه؟ متفاعلات. الله، اذا لو زاد تركيز احد المتفاعلات النظام ينشط في الاتجاه اللي يخلصني من هذه الزيادة. طب ايه الاتجاه اللي يخلص هذه الزيادة؟ الاتجاه الطردي. اذا الطردي بيحول الزيادة في المتفاعلات الى نواتج. اذا اضافة المزيد من O2 يعني لو زاد تركيز احد المتفاعلات ينشط التفاعل في الاتجاه الطردي، يعني يقل تركيز NO. اذا اضافة المزيد من O2 يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي فيقل تركيز اكسيد النيتريك. ده كده كان بالنسبة لأول مطلوب، ما الذي يترتب على اضافة المزيد من O2. طيب هنا بقى عكس الموضوع. طب اضافة المزيد من NO2 يعني لو احنا ضفنا مزيد من ثاني اكسيد النيتروجين، ايه ده؟ ده زاد تركيز احد النواتج، يبتدي النظام ينشط في الاتجاه العكسي. ليه؟ عشان يخلصني من هذه الزيادة، يعني تتحول الزيادة في النواتج الى متفاعلات. اذا اضافة المزيد من NO2 يجعل التفاعل ينشط، او التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي. وبالتالي لما التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي يزداد تركيز NO، اذا فيزداد تركيز اكسيد النيتريك اللي عبارة عن NO. اضافة عامل حفاز. اولا العامل الحفاز زي ما احنا عارفين لا يغير من موضع الاتزان. اذا عند اضافة عامل حفاز نجد
ان العامل الحفاز زي ما بيزود من معدل التفاعل الطردي برضه بيزود بنفس المعدل من معدل التفاعل العكسي. اذا لما يقول لي على طول اضافه عامل حفاز هقول له لا يؤثر، اقول له لا يغير من موضع الاتزان. ده كده كان بالنسبه لثالث مطلوب. ولكن ايضا من الحاجات المهمه جدا والمطلوبه عندي بيقول لي رفع درجه الحراره. انا من غير ما اعرف هو عاوز ايه، بمجرد ان انا نظرت الى المعادله الكيميائيه انا حددت ايه نوع التفاعل. التفاعل قال لي دلتا اتش قيمه سالبه، اذا التفاعل تفاعل طارد. طارد اذا التبريد في الطارد طردي، يعني لما بنجري خفض درجه الحراره هو تبريد دال، في تفاعل طارد دال، ينشط التفاعل في الاتجاه الطردي دال دال دال. نعلمها كده بفهم ده ان احنا فاهمين ومركزين. طب هنا بيقول لي رفع درجة الحرارة. طب رفع درجة الحرارة هنا قلنا ان رفع درجة الحرارة يعني التسخين يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي. اذا رفع درجة الحرارة يزيد من تركيز اكسيد النيتريك، تقليل حجم الوعاء. معنى كلمة ان انا قللت من حجم الوعاء يعني زيادة الضغط. طب لما الضغط بيزيد يبتدي التفاعل ينشط في الاتجاه الذي يقل في الحجم. ما احنا قلنا ان العلاقة بين الضغط والحجم علاقة عكسية. طب هنا كده عندي ثلاثة حجم، ده انا حددتها من غير ما اعرف المطلوب. هنا كده عندي اتنين حجم، اذا في الاتجاه الطردي الحجم بيقل. ليه؟ عشان الضغط زاد. اذا تقليل حجم الوعاء يعني زيادة الضغط يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي فيزداد ولا فيقل؟ لا طبعا فيقل تركيز اكسيد النيتريك NO. ده كده كان بالنسبة لمثال شامل على قاعدة لو شاتيليه العالم.